لكم يا احلى متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم ملكه، اختكم تيتيج كما كتشوفوا ملكه في دار محرمه وراها فرحانه وما قدها فرحه، وكنتمنى اليوم يقبلوا عليا عرايسه محرمه. لا لا اختي سعديه اون باس معايا اختي بحال ربي يخليك. اللي بصراحه الله توحشناها بزاف، غاش علينا مسكينه وكانت ليها ظروف حتى هي خاصه، الله يكون في العوان. وهذا النهار هذا فرحنا بزاف حيت تجمع عندنا الحباب والخوت والخواتات، الله يكبر بهم. ومسكينه دابا تشقات راسها دابا الكادو حفصه بلا والو، غادي نشاركو مع المتتبعين ديالكم. اليوم نهار كبير مع لاله ملكه، المتتبعين ديالنا والله الا غدا شوفي واخا ما كنجيش دائما غير الظروف ديالي ما نساعدهاش بزاف، والوليدات كيقراو هذا دابا الله حنا نطلعو عليهم وحنا معاهم. داكشي اللي كاين اختي ملكه والله قوت زغاريت، وداكشي ما الا كيما وقفنا مع تيتي في الاسبوع ان شاء الله حفظتها. اكيد ملكه حتى شي وحده معايا، ملكه معروفه بالخير اللي عمروا عليا وفرحوني لا في عيد ميلاد ولدي ولا في اي حاجه درتها في الطهاره ولا في الاسبوع ديال راين، راه ما ننسالهمش هذا الخير والله. مين كيحضر هذا الجروب راه كتزيان قضيه والله العظيم، نورات الدار مشاغبين داكشي اللي ولا علي خطيكم علينا اختي ملكه المشاغبه. هي جات مرحبا بها، وكي دايره لاباس عليك توحشناك. شنو درتي شنو درتي تنورتي وضعفيتي؟ اه قولي لينا قولي او تبارك الله والله الا صغاريتي شوف اصفر ولا ولا واشنو والله الا راه كاينه كاينه. ما نقولش لكم المتبعين شتو وتشوفوها اون ديريكت، شي حاجه ما شاء الله عليها وضعيفه وغزاله وكما تشوفوا الكروب داكشي اللي كاين. ولا لا يخطيك علينا ملكه لالا حفوصات السلام على رسول الله الى الى سيدنا محمد الله معاه الله يعطيكم الصحة وخلاص. حنا المغاربه معروفين اي دار ضروري تدير الصواب وتتفرح بالام اللي نفيسه اللي ولدات اللي 7 شهور، هذا الشيء الحمد لله في التقاليد ديالنا ديال المغرب معروفين الحمد لله. وملكه ملكه الله يكبر بها فاطمه كذلك والله العظيم كلهم الصغير والكبير. وراه الدار دمي حليمه وعريسات راه كلكم واحد فينا دابا طعم بنادم تايشرب الطعم صافي سالينا. هذاك الشيء اللي كاينه لاله ملكه ايوا معنا الصراحه ديما كل واحد الظروف ديالو، ولكن الحمد لله حنا ديما اتصال وديما كنهضروا مع بعضياتنا وحنا ديما ان شاء الله غنبقاو يدوا. ماشي ضروري نصور وراه كتجي، ولكن ماشي ضروري نصور راه جينا انا فاطمه وعلينا ما صورناش، ماشي حيت اللي غادينا للدار ديال المحليه ديال النجوم نمشيو نتشافوا ونشربوا كازاتي ونكلوا واحد الشيء. بيناتنا واحد العلاقه الحمد لله اللي ما تزعفها حتى شي حتى واحد والله العظيم. قال لك الشجره ما حركهاش الريح والو عيات وما تطيحش امراه ان شاء الله غطي لا والو، حيت داكشي داكشي اختي ملكه كلشي من القلب وداكشي تيجي من الساس. الشجره ديالها هذيك الشجره اللي جايه تطيح يعني وما كاين والو. شنو قلتي على فاطمه الزهراء؟ سير الله يخطي ملكه مسكينه، جات وجابت الكادو فرحانه وكنقول لها شكرا ليك ونردو لك ان شاء الله في ساعه الخير. والله العظيم فرحات مسكينه الحفصه وجات وجابت معها البنيه وشكرا ليها بزاف. ديما مسكينه كنعيطو راه كنلقاوها هي الاولى من الحضور جايه مسكينه وفرحانه. ايوا شكرا ملكه وراه يعني راه بيناتنا واحد العلاقه كما قلتيكم ان شاء الله اختي، بيناتنا واحد العلاقه الحمد لله اللي حتى حاجه ما كتغير حتى حاجه. راه فاطمه الزهراء ملكه عندها واحد المفاجاه كبيره غتصدم العالم ملكه ان شاء الله ياك والله يكمل الله يكمل بالخير وصافي هادشي ما نقولو. واني نسيت راه قالت لي ما تقولهاش راه قلتيها قلتيها
شنو قلتي يا تيتي احمد الفرشه؟ صراحه الله كنقول لختي مالك الله يكمل عليها كل حاجه بداتها الله يكمل عليها بالخير. واحد الانسانه ظريفه وقلبها وتستاهل والله، ماشي ديال المحاين ولا العذاب والله ما ديال الله يكبر بك يا تيتي وتعيش بخير الله يسهل عليها. اهلا اختك واعطي واحد الكلمه لاله فاطمه. شوفوا شوفوا المتبعين شوف والله المتبعين هاد السيده ما عرفتها شنو دارت وما بغاتش تقولها لينا. شوف رجعت صغيره ما شاء الله. فاطمه ما تشاركوش مع المتتبعين والله العظيم انا كنتبعها فاطمه تبارك الله مسكينه داكشي اللي سيات ولقات عندها نتيجه كتشاركوا معكم غير الشيء اللي ما بغاش نكتبها بيا فاطمه تهلا يعمرها دار الله. تحيه للمتتبعين ديال اختي ملكه كيدير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم الفيديو باحسن الاحوال. نهار كبير هذا اللي جمعنا عند محليمه وبو محمد والعرايسات وبنت فاطمه الزهراء حتى هي يا والدراري اللي خطاو معايا الصراحه قالت نجيو للدار هذه الدار الكبيره والدار دار الوالدين صراحه والله الا تنحسبوا بحال دار الوالدين تجوا ما شاء الله تنبسوا ضاحكين لاعبين بحال الدار ديالنا. واختي ملكه الله يكبر بها كبرات اختي حفصه وحفصه تبارك الله حتى هي ان شاء الله غير شوف هذا تتسمى غير تكبيره وصافي. اما الدار راه دارنا ورحنا تنجيو بحال تجيو حنا داكشي اللي كاين ما شاء الله لنا 7 شهور وان شاء الله تكفي على خير. والمتابعين اختي ملكه ما نبغيكم تشجعوها تشجعوها بزاف لان اختي ملكه تستاهل وراها محتاجه اخوتي لهذ القناه. بغيناكم تدعموها واحد الدعم وتوصلوا ان شاء الله ل100K وتفرحوا ان شاء الله يا ربي ونهني خطكم على اعز المتتبعين ديالنا العزاز. وانا هذا هو الطلب ديالي هي انكم تستاهل اختي ملكه بزاف بزاف لان هي اكثر منا حنايا محتاجه لهذ القناه وما كنعلاش اخوتي ديروا عليها واحد الهجوم كبير ودعموها واحد الدعم اللي نشوف هذا الفيديو ان شاء الله يطرطق وتكمل فيه ان شاء الله 100K يلا يا المتتبعين كلشي يهجم بحال الشتا يلا 100K يلا كل طرف من داكشي اللي كاين الاطراف هادو يدخلوا عندها الملكه ويفرحوها راكم عزاز والله هنا والله شوف مثلا الملكه مسكينه طالعه على الفيديو ولا والله الا تعجبني والله زعما راه من القلب وراه الطعام متشاكله باش نشوف الملكه طالعه على الفيديو غادي نشوف تعجبني ان راه صعيب الام انها تكون هي اللي مقابله كل شيء الله يحسن العوان منها الكره منها الماكله منها الوليدات منها المسؤوليه يعني راه صعيبه اخوتي وما عندهاش شي مشروع اللي هو كيفاش كتعجبني دائما الطاقه الايجابيه اكيد ضروري لا ملكة بقيت حتى ملي تكون طالعة كيفاش تهزي الكاميرا كيفاش تفرحي المتتبعين ديالك؟ لا ماتقدرش نقلق المتتبعين لا ولكن شاركي معاهم كيعرفوا كل شيء مادام هما تيحبوك شاركي معاهم ان شاء الله كل شيء. الله يخليك ديما فرحانه والله يخليك ديما الطاقه ايجابيه اكيد والله الا ديما اليد في اليد كل شيء يساند اختي ملكه داكشي اللي كاين والله راه واحد الا تيتقلق تنتقلقوا كاملين اقسم بالله العظيم حيت راه الدنيا دايزه اخرها بنادم شوف سعدات كفى على الخير والله ولا لا يحشمنا ونتمنوا مالك نفرحوا فيها واحد 100K نعم سيدي غادير لينا شي حفله مميزه و لا زوين ان شاء الله لايك والله الا راكي بنت الدار الكبيره كما كتشوفوا غندوزو نشوفوا الكادو ناقصي انت شنو فيه مرحبا يا سيدي يلا يلا واعره 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 بالصحه والراحه الله يعطيكم الصحه والله شكرا الله بسم الله رضات ان شاء الله فشي فرحه ديال النسيمه ان شاء الله شي وظيفه ولا قبلي عليا داكشي علاش قديت لا والله اختي ملكه ما بيناتنا الكادو والله ملي انتوا حضرتوا معايا وقفتوا معايا راه هذيك هي احسن حاجه والله الله يفرحك يلا واحد يلا واو 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 واو
شاء الله ما تبارك الله. المهم قبلي عليا غزالة غزالة فنة او واعره المتبعين والله اللوين خطير والله شو تبارك الله. باتني كتابه دوش عارف هذه فاش غتصير غزالة غزالة وهي جاتني بحال لولانية كتيتيش حلوله ياك خير ولا خير خير هذه بارده فنة زعما عندك الذوق اختي مالكة والله الله يكبر بك والله لا مولات الحانوت تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك الله يخلف عليك اختي مالكة والله يفرحك. هذا المهم دار جديدة قديمة دار جديدة هادشي يلاه حلي يا لالا مالكة يلاه مالكة 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 هه مالكة ايه ايه اوه هادشي 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 واعر اوه هادشي واعر واو واعر 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 واو ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك الصحة مالكة والله العظيم يلا مسكينة قالت لك بلاصة مي حليمة مسكينة تعنقك الله يكبر بك الله مالكة الله يخليك والله قاسم عارفين هذا الخير وقلبك كبير ربي يخليك اتيتي ان شاء الله ربي يخليك وليدك جبت كادو للدار مسكينة بزاف عليك واعره 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 داكشي تيعجب مي حليمه ما نقولش لك فنة شوف شوف الله يعطيك الصحة مالكة والله بنت الدار الكبيرة لا انت مولات الخير تقوليش هكا لا الله يكبر بك الله ما شاء الله يا ربي امين نفرحوا معاها شوفي وكان راه كاينه شي مفاجاه عند تيتي شير ما بغاتش تقولها لكم اختي هذه عاد جاي لبنا شويه صعبه راه كنقول لها شحال من لا لا سعديه تيتي اللي خبعت علينا شي حاجه انا قالها لي ياسين واني بلا ما نقولها هاد الفرشه بلا واش ما قش مع محبوبه غير الدور اللي دارتها تعال غير الدور 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 يطيح شي فيديو علاش لا ما تساعدوش هذه الدنيا راه فايت اخوتي حتى نعطيكم تحيه كبيره كبيره في قناه اختي مالكة ولا هلي خطيكم عليا وشكرا لكم بزاف 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 وشنا راه لاله مالكة مع السلامه.